ريحة عطر. يبا هذا مو عطر، هذا كومفورت مال ملابس. مو ريحة كومفورت تعال هانس، ريحة عطر خور ياوي مسك عنبر. عنبر يبا بالنون عنبر. تعرف شنو اسمه بعد؟ هات الجو، هات الجو، هات الجو، هات الجو. اوريكم انا بنات انتم ما تنهدون، الواحد يراقبكم في الروح وفي الجاية. ماكو شيء يبا ماكو. خليك بعيد انت. هات هاتي هاتي هاتش. تفضل يبا تفضل. لا يبا خليك، ماكو مصروف اليوم. يلا يلا على شغلكم، اشوف يلا شغلكم دراستكم دوامكم. يلا بيلا يلا خلاص يبا. بس شلون يعني انا هيوع يعني شو اسوي؟ يبا ترى حتى انا عاد اوصل الحصه الرابعه ادوخ. يبا بعد عمري انتهت جبالك، لا تحسب حتى ابرتك السكر ما اخذتها وما تريقت علشان خاطري، بس هدي نفسك انت. سبعين سبعين انا ريال باكر ورايح حساب ورايح عقاب يا ذنوبهم يعني انا ريلي والقبر يا يبا. لا يا عليوم هم قبل يومك، لا تقول كذي. انتم ليش تخلون ابوي يعصب؟ سامحهم سامحهم يا بعد عيني، سامحهم عشاني يبا حبيبي انت. خليهم بس خليهم. اي خليهم. خلاص ماكو مصروف اليوم، ماكو مصروف. تعال بس يا بعد قلبي، ما يصير فيك شيء وانت ابوك. خلوه فيها شيء، خلوه فيها. لا سكر، لا تعب، مو واحد عنده سكر، لا واحد عنده قلب. هدي بابا بعد عمري. تعال يا بعد عيني، تعال ارتاح، تعال ارتاح. هم اللي جابوا لي السكر، هم اللي بجلطوني انا. يبا عصبيتك ترى هي اللي تجيب لك السكر زياده وزياده، انت بس هدي نفسك يا بعد عيني. ابي اسالك سؤال، الحين دنيا مو مدرسه، في مدرسه كلها بنات واللي حواليها كلهم بنات، صح ولا لا؟ وحياه مو صديقاتها وحده ولا ثنتين هم بنات تروح وترد معاهم، شو يصير يعني شويه عطر يبا؟ لا لا العطر ما ينحط، هذول بنات يا يبا نهديتيهم سواد وي باكر. صح ما ينهدون بنات. ويحك ابيض ويا بعد عمري، بس بقول لك ترى هو كومفورت حتى دشاديشك انا. لا لا من قال لك انا شام الريحه مو كوكون، انا شام الريحه يوم قربوا عندي. صح شام ريحه عطر انا. خلنا نعطيك ابرتك. ومن اللي قال لكم تحطون كونكورد هالكذا؟ خلاص ما راح نحط، ما راح نحط كومفورت ولا ماي، بس ماي ماي نغسل وصابون عادي، بس انت تكفى هدي بالك عشان خاطري. هدي أعطيك... يا بنت الحلاشه هدي. مو زين اعطيك ابرتك، تعال يا بعد عيني انت. قولي بعد قلبي. تعال ابوي طول. تعال يا حبيبي تعال تعال. أنا بموت وأعرف أبوي قوة التركيز هذه اللي عنده من وين جايبها؟ شلون ما يطوف عليه شيء؟ أقول لك أنا حاطة عطر فرنسي خفيف، أنا قصب أشمه، شلون هو شمه؟ ما أدري. أنا هبوتي إن أبوي الحواس الخمسة اللي عنده مو مثل أي بني آدم في الدنيا، كل شيء عنده زود. أنا الحين بعرف كل وحدة فينا إيش طولها وإيش عرضها، أنت وجود تشتغلون، ناخذ مصروف من أبوي كنا إحنا ياهال مو فاشلة، تدرين لو الأوادم يدرون عنا نصير حتى بحلوجهم. هذه وين هي؟ أنا عندي الحصة الأولى تأخرت على الساعة كم؟ الحين ايش فيش ضايق خلقك؟ ما تعودتي على طابور الصباح مال ابوي والتفتيش؟ ترى عادي صارت عندي مناعه انا. تعودنا. محبوب محبوب زين زين. شنو هذا؟ صار لي نص ساعه قاعد بالسياره للحين ما... الله للحين ريوق ما تخلص. اقول برا الشمس زاد الحر، اطلع بسرعه. لا تصارخ لا تصارخ، ترى انا لو مو ابوي اقسم بالله غصب ساقتك لك. هاي النظاره يعني كاشخ، افسخها افسخها. والله افسخ النظاره وين شفتك لابسها مره ثانيه؟ ويلك يلا دف السياره الحين شوي ونيجي. ترى ما في شيء وراي، هذه الدوامات وراكم، اذا تاخرت انت راح تاخر مو انا. يلا يلا بسرعه ناتركم بالسياره. روح اح ويهك شرع على ابوي اللي معطيك وي. بس الله يهداك يبا، يا بعد عمري انت حار وتعصب وايد، لا تعصب يا بعد عمري، لا تعصب يا يبا. جود عامر ما وصيش، حطي بالك على خواتك يبا. يبا يعني وين بنروح؟ احنا من الدوام للبيت ومن البيت للدوام، عندنا مكان ثاني نروح له؟ عدل نطلعوا من دواماتكم بس يد البيت. حاضر من عيوني، انت ارتاح بس يبا. يلا مع السلامة. محبوب طف الأغنية، لا أرنك كف على عينك، لاجنة من الصبح طيعة. خلاص 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 لا تصرخين. واي 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 الباردة، يت الباردة.
انت وينك؟ وينك؟ انا عندي حصه اولى، وينك؟ ايش اسوي انا ما اعطي ابوي ابرته؟ والله ما حد ودينا بداهيه الا ابوك. امشي انت خلص تحرك. استغفر الله. سلام بابا. عليكم السلام. وين البنات مشوا؟ كلها رو دوام بابا. زين وعمي وينه؟ ترى عنده موعد اليوم بالمستشفى. بابا كلها نايم. زين بابا يا بن ريوق انت؟ لا مشكوره ميمونه، بس اذا صحة انا قاعد انطر هني. زين ان شاء الله. يلا اقول ميمونه هلا سوي لي شاي حليب بس لا تكثرين شكر. ان شاء الله بابا. يلا. مشكوره يا ميمونه ما تقصرين. هاتي هاتي. ميمونه. هلا بابا. حطي هذا الحين وروحي قاعدي بابا، خاف نتاخر على المستشفى. ان شاء الله بابا. يلا. يعطيك العافيه. حليله اختك بعدها وهي نازله ما تجوز من العاده تبوس وباي باي ومع السلامه كأنها مسافره. يا حلوها وعليها عليها فوق ما هي عاريه ابوي حارمها من كل شيء. بعد ردينا على نفس الاسطوانه حارمها وحارمها خلاص عاد تعودوا على هالسالفه هذه. بس انتي يمه منك. بابا ايش سالفتك؟ انا من الحلم حلم زين طلعتي لي انت بوجهي. بابا مسأل برا. انا؟ مسأل نفسها ماما. منو مشعل؟ مسأل سمسم ماما. ايه 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 مشعل هات الكرت مالي بالدرج وحطي لي اياه. يلا ان شاء الله. أوف. مسأل عليهن برا. زي بس روحي روحي. حقين محبوب حس بشيء؟ لا ولي ما يدري وين الله قاطع. تدري ان هذا جاسوس ابوي كل كلمه صغيره وكبيره وكل حركه يوديها حق ابوي عنده دفتر يسجل علينا ترى جاسوس هذا. كسري حسك ايش فيك؟ ما في شيء ترى الا تليفون بحسسني انه مسوي جريمه.
زين شنو يعني هذا التليفون؟ شنو يعني؟ شنو يعني؟ التليفون هذا صار له شهر عندي وانت زوجتي عنه. هذا التليفون فيه كل شيء، فيه واتساب، فيه انستغرام، فيه تويتر، فيه يوتيوب، فيه فيسبوك، فيه كل شيء. تقضين وقت فراغك بشيء مفيد؟ صدقين انا حتى البنات عندي بالدوام كلهم يقولوا لي واتساب واتساب، يعني انا ما اعرف لان هذا تليفوني يعني صغير، يعني شو مالي واتساب ما اعرف ترى. هي اكيد ما راح تعرفين، بس ان شاء الله ردينا البيت نقعد انا وياك بغرفتي واقفل الباب وعلمك على كل شيء. وش اسمه واتساب هذا اللي تسوي واتساب؟ واتساب هذا حبيبتي تقدرين تطرشين رسائل ببلاش وتسوين مكالمات ببلاش وكل شيء فري، يعني يسمونه تواصل اجتماعي. حلو. علمك. ايش فيكم؟ ليش قاعد تكلمون كذي صوت واطي؟ ماكو شيء يعني حكي حريم، يعني حتى بحكي الحريم انت تبدش. قلت لك قاعدين عندنا دليل. هلا هلا عمي، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. شلونك؟ استريح يا مرحبا. مسهلا. شلون صحتك؟ تمام؟ خير الحمد لله. الحمد لله. زين يا ابوك اللي ما نسيت موعدي ترى والله ناسي ولا ادري عني. حتى لو نسيت انت يا عمي انا ما انسى، حافظ مواعيدك بالساعه واليوم. جزاك الله خير. هاك شوف موعدنا الساعه كم احنا؟ لك عمي عارف الساعه 10 اليوم موعدك. ها الساعه 10 تبي نروح الحين؟ يلا. لا ريث تو الناس ريح شوي تالي نروح. أنا قلت إيك بدري يعني علشان يمكن أنت محتاج تروح الجمعية ولا تروح مكان. بيض الله وجهك ما تقصر والله، طول عمرك واصل. إلا قول لي الوالد شلونه؟ ما ينشد ما يمر ما يسأل وينه؟ إيش فيك عمي؟ الوالد متوفي من زمان. حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا ولدي بنشدك عن الوالدة ونشدتك عن الوالد لأنه دوم طاري على لساني الله يرحمه ما أقدر أنساه. الوالدة شلونها؟ إيه لأن الوالدة زين الحمد لله، بس تعرف عمي ما أخذ على خاطرها منك، زعلانة آخر مرة أنت زفيتها. أنا زفيتها؟ أنت زفيتها شو الحكي يعني؟ وما أخذ بعد على خاطرها مني؟ لا إيش دعوة، أنا أمشي وأزف الناس بس كذي. دق عليها دق دق. أنا قبل ما أطلع من البيت قالت لي إنها بتنام شوي، إن شاء الله إذا رديت البيت ولقيتها صاحية بتصل من عندها وخليك تحاكي. الله خير إن شاء الله. إي والله ما تزفيت ذكر. أنا جود وخواتي دنيا وحياة. دنيا مدرسة علوم وحياة بعدها طالبة بالكلية. سلوى هي الوحيدة اللي متزوجة فينا وعايشة حياتها. أبوي دايما يخاف علينا، يعني ببساطة معيشنا بسجن. استحي وما أقدر أحط عيني بعين أي ريال، طبعي كذي أستحي
وأبوي اللي زرع فيني هذا الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاتش العصير والكيكة. شنو هذا؟ مشكورة حبيبتي، أنا مسوية دايت ماكل. الحين يعني كيكة هالكبيناتها هي اللي بتمتنج؟ حبيبتي تدرين هالكيكة اللي مو بالعين شيء إيش كثر فيها سعرات حرارية؟ شنو يعني؟ يعني إذا أكلتي هذه كأنك ماكلة وجبة غدا ولا عشاء، أكليهم أنت عليك بألف عافية. أمل رفيشتي من كثر ما تهتم بنفسها أحس كأنها صابونة. يا حظها حاطة صبغ أظافر وكل يوم تحطلون هذا اللي يسمونه شدو وكحل. مالت علي أي دوام وهي ناشف كنا ميت لأحد. إلا جود ما قلتي لي الصرع اللي تقدم لك؟ ها؟ رفضته. على إنها سوالف رفضتي ولا أبوك نحشة؟ أنتي شفيك؟ أصلاً أنا ما أبي أتزوج، مو الحين بعد تو الناس. أي تو الناس وأنتي بتصكين الأربعين؟ كل شيء قسمه ونصيب حبيبتي، قسمه ونصيب. إلا سمعيني، أعرف واحد يدور له على واحدة فقيرة ومسيكينة من أهل الله، فقلت يقول له عنك يعني تقدم لك. إيه يعني الحين أنا بنظرك فقيرة ومسكينة من أهل الله؟ إيه جود شفيك لا تزعين من كلامي. انت حتى مشي مثل الناس ما تعرفين تمشين، وين شفتي ريالتي دودهتي؟ وبعدين يعني شكلك والنظاره يعني روحك اميه. انت ايش فيك علي اليوم؟ بعدين انا استحي، انا طبيعتي كذي استحي تدودها اطيح انا كذي، وبعدين انا اميه؟ كل النظاره اميه؟ لا اشوف عدل انا حبيبتي. هي اميه، شايفه نظارتك؟ روحي طلعي شوفي البنات العدسات وهالعمليات يهتمون بعمرهم، انت ونظارتك ان هذا شو اسمه العالم اينشتاين. اينشتاين كان زين اوصل حبيبتي مواصيل اينشتاين. انا وين وهالسوالف هذه؟ وين اللي يدري يدري واللي ما يدري شو يقول؟ خليها على الله. الحين هذه ذاتي انا قاعده انصحك طول الوقت، هذا ردك علي؟ حبيبتي نصايحك خليها لك، وبعدين انا ما ادري انت قاعد تنصحيني ولا تطني زين علي، من الصبح مستلمتني، ايش فيك؟ انا رفيشتك. اه كيفك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اختي هالمعامله بس. هذه عندي الاخت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هالمعامله. ايش في هذه؟ ما ادري مقدمها صار لي اسبوع. هذه خوي يبي لها ختم المدير. الله يعطيك العافيه، صار لي اسبوع رايح راد، تعبت يا اختي. تفضل استريح الحين فورا اخلص لك اياها. الله يعافيك. من عيوني. من عيوني. جود. جود. شنو؟ شكو ماخذه ورقه الريال ورايح تخلصين شغلات. حرام ما سمعتي يقول صار له اسبوع يروح ويرد، بس يبي ختم المدير بخلصها لوين؟ لا انت صج من اهل الله. الحين اللي يخلص مصالح الناس صار من اهل الله، بالعكس الله يرضى عنا. انتوا ايش فيكم؟ كل شيء مو عاجبكم. الحمد لله والشكر. والله. الدكتوريه في القلمون في ريف دمشق الشمالي قالت ان قواتها ادخلت القوات. بس الاخبار ما نبي. الدنيا معفوسه فوق تحت، العرب معفوسين عفيسه. العرب دوم معتفسين، لا كل خسرانين بعد. لا بس عاد هالمره غير يا عمي، هالمره زاد الطين بله، عتفسه وزياده. هذه الكرة يوم خسران يوم فائز، بس لو يبون مدربين عدلين شان فازوا. عمي أنا أتكلم عن السياسة، إيش دخل الكرة الحين؟ أي والله وأنت صاج شب السوق. دش الجمعية تبي تشتري شيء ما تقدر. ها السوق وين الأسعار زادت وهين قبل. يلا الله يعين إن شاء الله. الله يعين الجميع. يعني ايش فيها؟ يعني اذا كل واحد كله غسل صحنه، والله العظيم حتى هدومهم من الثرى بكل مكان، استغفر الله. بس اهو تعال انتي بعد. شنو هذا؟ شنو هذا؟ صبوط النقع ويا اخته حسبي الله عليهم،
واحد يدفع دم قلبه بهالشقة هذه بالأخير يتلفونها. تعال أنت الثاني. هذه وينها؟ ألو، هلا سلوى، هلا شلونك حبيبتي، شو اخبارك، هلا فيك. انت وينك، لا حس ولا خبر؟ انت اللي وينك، ما تقولين امر عليهم اشوفهم اسال عن ابوي على الاقل. راح زين، هو يسال عني؟ في مره قال اسال عن بنيتي؟ لا والله حبيبتي، وبعدين انتم المستفيدين منه، كله يعطيكم فلوس وانا مصروف بالحسره يعطيني. الحين انت تبين ابوي هو اللي يسال عنك؟ مو واجب عليك انت اللي تزورين ابوي؟ وبعدين ايش مصروفه؟ ريلك اسم الله عليه، مو قاصره شيء، بس انت اللي نحيسه اختي وعرفت زين. اقول سكتي سكتي، تكفى واللي عافيتك انت ما تدرين عن شيء، بس خليني ساكته. ليش الصاير؟ شكو سلوى؟ مو صاير شيء، الواحد من يكلمك تبين طار الفلوس، وين المشكله يعني اذا كنت حريصه؟ انا واحده حريصه على فلوسي. المهم خلاص اليوم بحاول امركم. يلا يلا يلا، باي باي. عافية سلوى. حياة، شو تقعد بروحك؟ لا حبيبتي لا، بس عندي كم شغله لازم احفظهم يعني، فقلت احفظها الحين. انزين عادي، تعالي حفظي معنا. لا حبيبتي، انا احب اقعد كذي بروحي واركز عشان احفظ عدل. ايه انزين حبيبتي، براحتك. الحين كل سوالفهم عن الماركات واخر السواره واخر قلاده، وانا حدي تليفون بوليت حتى افتشل اقعد معاهم، مالي ويه ويه شبي فيهم. بنات نسيت اقول لكم، امس اخوي جاي من تركيا يبني ملابس تهبل عجيبه. طب مش تذكرينا بحاجه؟ احنا مش زملاتك حبايبك ولا ايه؟ هم كلهم كم قطعه، شو اذكركم؟ صدق دنيا، انت رايحه تركيا من قبل؟ ايه تركيا، ويه شبعت منها، لا اتشبدي من كثر ما اروح لها. بس بيني وبينكم يعني ملابسهم ما قامت تعجبني، حس صارت خلاجين. حاليا انا ما اشتري الا من لندن. اي واضح. نعم؟ عفوا، ايش تقصدين حبيبتي؟ ما أقصد شيء، خليني أروح حصتي أبرك. لا تقصدين، لا بلا تقصدين، مو على كيفش تقطين الكلام وتمشين. تعال يا حكيت، هذا إيش تقصد؟ ما تقصد شيء، بس هدومك تقول هالحكي، يعني ملابسك لا ماركة ولا تسوى، شوفي نفسك بتعرفين. خليني ألحق حصتي أنا بعد. هذه أنتوا، هاي هاي هاي، ترى عطتكم وي وايد. انا هين، انا علمك، انا علمك انت وياها، الحمد لله والشكر مالت عليكم. ايش عرفكم انتم بالماركات وباللبس؟ حبايبي انا اذا لبست خيشه، شفت الخيشه تطلع علي حلوه، موت وقهر. متى لقت؟ كان زين عندي خدام، بس ليش هي بخدام ب 1200 عم بعينهم؟ والله كل يوم اطبخ ما حد ياكل، خل اسوي لهم رقه هواء عيش مشخور ويخض عليه هو عياله بعد. جود جود، الا ما دريتي شنو اليوم عندنا موظف جديد اول يوم يداوم، مش حلوه مرتب. الله يوفقه. لا مو هذا، ايش رايك اعرفك عليه؟ خزيه، شنو هالحكي هذا اللي تقولينه؟ عيب عليك، انا استحي من هالسوالف هذه. ايش في جود، انا ايش قلت؟ ترى عادي احنا زملاء ناخذ ونعطي مع بعض، لازم تعرفين على وادم وكحلي عينك فيه. لا حبيبتي، انا ما احب اكحل عيني باحد، انا قاعده في مكتبي ومالي شغل باحد، رجاء لو سمحتي انا استحي من السوالف. ايه انا عرفت ليش، كل هذا علشان الحب. الا ما قلتي لي، للحين ما يدري؟ اما انت ايش فيك، انا استحي من السوالف، لا تجيبين الطريق كل شوي تردين تجيبينها. جود تستحي مني؟ قولي لي.
درى ولا للحين؟ لا أنا يما ومو شايفني. قولي له يا حظي لا يروح يشوف واحدة ثانية ويتزوجها. شلون يعني؟ يعني أروح أقول له تعال أنا أحبك؟ ما يصير. إيه إيه روحي قولي له، وقبل لا تروحين يا ليت يعني تحطين شوية حمرة شوية كحل تنتفين هالحواجب، لا تلوع تشبد الريال. يعني شنو أقول له؟ شنو ما أعرف. تسنعي خاطري خاطري يا جود، مرة واحدة تدشين المكتب أقولك الله شل عطر أشم ريحة بخور. اليهال الحين شفت اليهال يحطون مكياج أحسن مني ومنك. إيش أسوي؟ أبوي ما يرضى. جود ترى أذيتيني، أبوي ما يرضى. باكر أبوك إذا ودع ما حد بتوهق بنفسه غيرك أنتي، إذا طافك القطار ما حد يطلب وجهك، أنتي من غير شيء ما حد طلب وجهك، وجهك يب اليد. لا تحكي عني شيء، ترى ما أزعل وما هاجيك بعد كلش، فاهمة أنتي؟ أنتي طايحة فيني من الصبح وأنا ساكتة عنك، ترى أزعل. زعلي؟ كلمة والثانية أستحي، كلمة والثانية أبوي، ماني عارفة شنو، ما أقول إلا سليمة سكتك، ماني ردتها عنك. مو أنتي ما تعرفين أبوي عدل كثري؟ أبوي حمقي وعصبي وينرفز بسرعة، وريال كبير وتعبان. ما بي يزعل مني، خاف يصير في شيء، وبعدين هالايام ما ادري ايش فيه صاير، بعد ينسى وايد. لا تخافين ما حد بيموت قبل يومه. الا بسالك انت كم عمرك؟ 43. 43 واللي يشوفك يقول عمرك 70 سنه ووراك كوكش يا هال. مره واحده يبا لا تحطين فول ميك اب، روحي الحواي عندهم حمرة سحرية، خليها بالسيارة حطي منها كل ما تجين الدوام ونزلي. انتي من صدجك نسيت اني انا اروح وارد مع محبوب، واي شيء نسويه يقوله وينقله حق ابوي. واي انتي كلها عقد الامور. ابوك كم نظره؟ شو سؤال بايخ. نظره 6 على 6 اسم الله عليه، عساني ما احسده، وحتى حاسة الشم عنده كذي. عيل يا حظي كان خذيتي منه هالميزة بدال هالنظارة اللي مشوها وجهك. أمو لا تج حمرة جايبة وياك؟ إيشي نجرب يعني، بس نجرب أنا وياك بشوف شي نحط حمرة شوية خدود شي يعني إذا عندك هاي المسكرة شوية بس. إي ولا لا بس عندك؟ إي كذي خلج فعليج حين ضبطك من عيوني. كم جود عندي أنا؟ يلا عمي دورك دورك. يلا ارسم ميمونة تعالي تعالي. وين ماخذ ميمونة وياك؟ ميمونة ما تنهد بروحها، الله يسلمك، عينها زايغة. شو عمي توك تعرفها؟ سنين عندكم تعرفونها زين. اعرفها عدل عن شوف قاعدين يمين يسار ما تروحين. يلا. اوكي خلاص بس روحي قاعد. يلا عمي يلا. لا بسم الله ما شاء الله الحق صحته كويسه قوي الحمد لله، بس طيب. ضروري العلاج بانتظام. اي لا تحاتي دكتور، ترى هو فعلا قاعد ياخذه بانتظام. والله يا دكتور انا عندي بنيتي جود الله يحفظها، الدواء اول باول تعطيني اياه ما تنسى. انا اشهد يا عمي الله يخليها لك ان شاء الله، ويخليك تاج على راسك ان شاء الله. اه خلاص نمشي دكتور، بس ينسق العلاج وباذن الله ربنا يشافي ان شاء الله. دور الدكتور. إذا كورك هذا صرفه من الصيدلية تحت؟ إن شاء الله. يلا شكراً دكتور، تكلم. يلا عمي سلامتك حاجي. الله اللون ينن عليش تدرين؟ لأن شبتح مني سوي شي شو تخرب كذي؟ لا سوي أيوة بس كذي خلاص كذي يتيننين وبطلي شيلي سوق لي معلي هني بطلي شعرك بساتي شيله كذي كلها اي اشوف اشوف الله بعد نظره بعد كذي حلوه تيننين حلوه هذه نفس الحمره اللي انت حاطه اي بس عليك احلى
كل واحد وبشرته. نعم انتي بعد حلوه عليك الحمرة حبيبتي. شفتي؟ شفتي شوية حمرة وبلشر غيروا شكلك مليون درجة. بس عافية الله يخليك، أنا هذه الصورة خاف تنتشر والله بعدين أبوي يذبحني. قص ركبتي عافية مو تنتشر. من صدقش انتي؟ ترى تليفوني الخاص ورقم سري ما حد يعرفه. لا هذه التليفونات فيها سوالف أسمع فيها، أنا خاف أخاف من هالتليفونات. السلام عليك. الحمد لله والشكر فضحتي لنا. تفضل تفضل أخوي. إيش فيك؟ يما يا البراك يما يا الجمال، ليش ما عندنا بالكويت كذي؟ شايب شايب معك شنو هذا؟ كاكاو كاكاو حلاو حق اليهال. انت شنو؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ما تقدر تخلي فلوس عندك بمخباتك شوي؟ ليش تجيب كاكاو؟ ليش توك من يومين شاري حق اليهال كاكاو وعيالك ما ياكلون؟ يبطلون ويقطون. اللي سمعك يقول عندي درزن، ترى كلهم اثنين، خليه يستانسون. يستانسون وانا اموت بحسرتي ولا سالفتك انت؟ وبعدين سعود ولدك في سكري حرام عليك، اليوم والثاني جايب لك كاكاو. وبعدين شنو هذا؟ ليش تسوي كذي؟ اسمع، المعاش الجاي كله تحطه بايدي، فاهم ولا لا؟ انت انسان لا يؤتمن عليه على فلوس. يبا من صدقك، ترى كلهم خمس دنانير مو 100 دينار. خمس دنانير؟ أم قلبي خمس دنانير شوية كاكاوات ليش؟ كان راح تجيب لهم كاكاو بخمسين فلس ولا بسكوت المطاحن ولا بس تبي تتفلسف قدام المحاسب؟ يعني أنا غني وشاري كاكاو بخمس دنانير؟ لا لا مو من صدقك، بعد قولي مو مسوية غدا على هالجعص. مبلا مسوية غدا. زين عيل خل أروح أسبح. لا ليش تسبح؟ توك أمس متسبح نظيف ما فيك شيء. لا 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 أنت مو من صدقك، مو من صدقك عاد خلاص مو سباحة، حتى عاد سباحة تحاسبني. اصبر شوي شوي على الصابونة وانت قاعد تفرق فيها وتذوبها، عارفك انا مسرف ومبذر. سامي وين الفاتورة برجع الكاكاو؟ سلوى شنو؟ سلوى يا سلوى. نعم نعم، ليش قاعد تصرخ؟ ايش فيك؟ ايش فيني بعد؟ بديش اسبح، ابي فوطة، وين الفوط؟ الحين كل هالصراخ هذا عشان فوطه؟ إيه؟ وخر 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 هذه فوطه، انا خشيتها حق اليوم الاسود ترى ما حق احد. هاك شنو هذا؟ قايل لك انا بعطس بسبح. ايش اسوي لك؟ الفوط كلهم مسخين ما عندي صابون غسيل. وليش ما قلتي من امس عشان اجيب لك؟ خلاص اعطني 50 دينار خل اروح اشتري انا شامبوات صابون غسيل سوالف حق الحمام. 50 ليش؟ من يومين ما اعطيتك 100 حرام عليك. صرفتهم بتذني عليهم ولا ايش موضوعك بالضبط؟ ولا بس فعلها تشتري كاكاوات بخمس دنانير؟ يا بنت الناس حرام عليك خفي علي بالمصاريف، ترى والله العظيم اخر الشهر انا ماكو فلوس. الاجار اسلمها حرام عليك خفي. وانا شو اسوي لك؟ عاد هذه مشكلتك مو مشكلتي. اذا مو عاجبتك هالفوطه اجيب لك شرشف؟ شرشف؟ اي شرشف؟ كان قلتي بعد كم المخده انت شلون داخل انا ما اذبح؟ والله غير حاله. وع شلحنا ورنه هذه؟ قطع. اي وينك فيه؟ انا بفهم ابي اعرف انت ليش دايما تتاخر علي؟ ليش ليش تاخر يعني؟ زين محبوب عاد خلاص لا تسولف. زين الحمد لله والشكر، هذا محبوب وكذي. انطرق زين خلاص خلاص لا تصرخ انطرق. يعني كل واحد يصرخ علي طوفه هبيطه، انا صايره في البيت ايش هالحاله؟ ايش العيشه هذه؟ مليت انا. جود حبيبتي ترى بيتكم مو بعيد، انا وصلتش. اوه مليون مره تقولي لي هالجمله، اقول لك ابوي ما يرضى، لازم محبوب يوديني وهو يجيبني. بسم الله على ابوك. لا ما قلتي لي، ايش رايك احاكي لك اللي قلت لك عنه يدور مره؟ لا حبيبتي انا ماني فقيره ولا مسكينه ولا من اهل الله، فاهمه؟ انا جود ترى ماني هينه. اي واضح. ترى في حمره بحلجك للحين. جنتك؟ اي بسم الله عليك. حمره وين؟ وين الحمره؟ راحت؟ حمرة سحرية ما تروح. لبشة بذمتك وراس امك وابوك. راحت راحت. بس جرحتي حلجك سويتي خلاص. وي وي ماكو خلاص؟ ماكو خلاص. متأكدة؟ اي روحي. يما تأكدي شوفي قبل. ما في شيء خلاص. صدق من اهل الله. يا الله يا كريم يا ارحم الراحمين. ترزق وليد المرة اللي تسعده وأشوف عياله وعيال عياله.
يا حق يا قيوم، يا قادر يا كريم يا رب. الحمد لله. الله يتقبل يمه ويسمع منك. منا ومنك يا يمه. دورتك في البيت كله، قلت بلقاك في دار ابوي اكيد. كالعاده. الله يرحمه يا يمه. الا ما قلت لي يمه، شلون ريال خالتك؟ زين الدكتور طمني عليه، بس ما ادري ليش ما احسه مو طبيعي. لا احسه قاعد يقط خيط وخيط مو بالاولي. يكون بس خرف واحنا ما ندري. يما ما اهلك منه قاعد يتدلى عليكم. يلا زين يما بروح ابدل هدومي انا وريح شوي. يلا يما حافظك ربي. يا الله يا الله يا كريم، الحمد لله. الله يسعدك يا يما، الله يسعدك يا وليدي. جود؟ نعم. شو موقفك هنا بروحك؟ ماكو شيء، ناطر السايق. تعالي تعالي خلنا نوصلك. لا لا مشكور اخوي ما تقصر. طيب انطر وياك لاني سايق. لا لا شكرا تقدر تروح. سلامك. سلامة. ليش تأخرت علي؟ شو ورا زحمة باكر؟ أقول منو هذا اللي أنت قاعد تحاكينا؟ هذا زميل معي بالدوام يقول لي أوصلك البيت لأنك أنت تأخرت علي. أنا قلت له لا. يلا أمشي أمشي. بس خلاص لهني ويكفي يكفي. انا بالنسبه لي ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. 7 شهور وانا عايش معاك انت في صوب وانا في صوب. يبقى انا زوج احتاج اللي تهتم فيني تراعيني. ما تزوجت عشان تفرجين علي. بعدين شو سالفه الواتساب اللي ما يوقف؟ جروبات صور الواتساب هذا للتواصل مو للقرقه والحش في العالم. اسمعي هذا اقول لك اياها خوله، هذا اخر كلام اقول لك اياه. لا تقف لا تطقطقين لا تطقطقين لما اتكلم معاك. انت لك واحده الحين فرصه اخيره، لا تقعدين بهالبيت زوجة لا تروحين بيتها. كذي انت بالدوام طاط طاط بالهرن، الناس تطق الهرن مره واحده بس فشلتني قدام زملائي. انا ترى لسه ما فشلتك، انا بعارف هذا منو باللحيه، وانت مستانسه قاعده تسوي سوالف وياه. انا مستانسه قاعده اسولف وياه؟ عيب عليك هذا الكلام. هذا زميلي بالدوام شافني انا واقفه وحرانه قال لي اوصلك بس لانك انت تاخرت علي. وبعدين ترى قص لسانك اذا تقول حق ابوي على هالموضوع، فاهم؟ شنو قص لساني؟ اقول اسمعني عدل، ترى انت تمشين سيدا انا راح امشي سيدا، واذا انت لف ودور انا راح اقول حق عمي على طول. واي عيب عليك تكلمني كذي، انا اصلا سيدا من كثر ما سيدا يسموني مسطره بالدوام.
فاهم؟ عيب عليك تقول لي الف ودور. خلاص خلاص اسكت يا الحين، مالي خلق انا ترى واصل لهنا ترى. هذا روتين حياتنا كل يوم، يمرنا محبوب واحدة واحدة. شجاركم شمشاركم وقصكم مقرار. خلاص خلاص اسكتا. شويك شويك انتي. أنا سمعت صوت أغنية، أغنية اللي يحطون تلفونات جديد. لا 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 وقصكم بقى. خلاص دبحتوني. انا جاهل، انا ماني فاهم، انا اعرف صوت حلو الصوت خايس هذه. اسكتي اسكتي انت. اقول طلعوا تلفون جديد عند منو؟ انا بشوف تلفون هذا. رحنا محبوب، ماكو احد عنده تلفون جديد. ايش فيك محبوب؟ الله يخليك لا تقول حق بابا محبوب، تعرف بابا عدل محبوب. خلاص خلاص روح روح، خلاص ماكو شيء، روح خلاص ماكو شيء، ماكو الا العافيه ان شاء الله. ماكو الا العافيه. اي يلا امشي امشي. هذا ماكو الا العافيه. جود 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 راح يفضحنا صح؟ أعطيني التليفون. حسبي الله على بليزك. إيش بسوي الحين؟ الله يستر، عسى ما يقول حق أبوي. حبيبتي بيفضحك، هذا الثاني عادي يقول. سكتي وسكتي وأنا تصرفت الشيء بس. الله ياخذك. سامي. ها. لي هالحين ما ردوا من المدرسة. تلقينهم الحين يجون. وبعدين أنت ليش ما رحتي جبتيهم؟ ليش أجيبهم؟ المدرسة يم البيت. شنو يم البيت يبا؟ الدنيا قامت تخوف تخرع. أنا لو مو الدوام كان أنا جبتهم، بس أنت لا شغل ولا مشغلة، كان جبتيهم يعني سويتي شيء. حرام عليك، أنا لا شغل ولا مشغلة ليش؟ أنا من الصبح أكرف بهالبيت، عيالك عافسينه، غسلت الحمامات وخميت الأرض ومسحتها وقاعدة أطبخ الحين. الحين يجون. Our officials ahead of the toss for this game. Ty Samuelson of the USA. شو مسوي يا غدا؟ مرقت هوا. ليش يبون مرقت هوا؟ يعني اللحم والدياي بالفريزر شو يسوون؟ يوم يوم بالغلط طبخي. اللحم وايد والدياي وايد. بس خفت انه يخيس كان ابيعه. شنو؟ شنو تبيعينه؟ حرام عليك، حرام والله حرام عليك. يعني أنا قاعدة دلعت وأسوي تدهينة لا تبكتين، ودي أرد يوم أكل جناح دياية، بخد دياية، أكل حمى، طبخيها ماي دياي، أبي ماي دياي، أبي أكل. خلاص خلاص. باكر بروح الجمعيه اشتري لك دياي عاد، لا تدلنا عاد. يا معودتين اشتري الكيلو بدينارين تروح تبيعه بربع بنص دينار، باكر التجار يوني يقولون والله مرتك كاسره السوق علينا، قاعد تبيع برخص. انا اللي رايح فيها. انا خلاص خلاص بس بس
مرتي تبيع دياي ولحم. وين الله يوفقنا. هو بيقول واحد منكم عندها تليفون. كلنا عندنا تليفونات يا باشا، شنو الجديد؟ طلعوا تليفوناتكم اشوف. ها والله دنبغان التليفون الثاني اللي اقصدان هذاك اللي يحطون فيه سوالف مي زينه مال الوصفات. يبا محبوب كذاب كذاب يبا. يا والله محبوب كذاب. كذبوا عليكم، اقول كذبوا عليكم. هي اللي ما تدعوا ولا تخيلون. طلعي تليفون هاتي. طلعي اي اللي ما تستحون، اقول ما تستحون. على ابوكم ما تخيلون، انتم ما تخيلون. ثانيه تليفون، تليفون مو كاميرا مو صور. اي اللي ما تستحون على ابني. انت ليش عم تشتري كلامك بابا؟ صك الباب صك الباب. قفلي قفلي قفلي. رحنا رحنا بسبتك، رحنا الله يستر. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا دنيا. انا ادري الحين ابوي ما راح يرتاح لما يطلع حرته فينا ويكفخنا واحده واحده. والله عاد انا مالي شغل، انتوا خواتي وتتصرفوا. بعدين انت الكبيره، انت اللي مجبوره تجي تحللي المشكله. ترى اذا درى عني بيطلعيني من المدرسه بيقعدني بالبيت يحبسني. يما بروح بيت جدي. ليش؟ يما مشتاقة حق خالاتي. شفيك انتي؟ اذا هم خواتي انا مو مشتاقة لهم، انتي بتروحين شكو؟ خلاص خلصي واجباتك وتعالي معاي، بروح اشوف ايش عندهم. وانت رايحة اخذي سعد. ما اخذ سعد معاي، انسى. من اروح هناك يستلمني؟ ابقى على الشارع، الشارع ابقى اذبحني. شنو يعني؟ انا عندي شغل. من يقعد معاه يعني؟ سعد بعطيك فلوس عشان تروح هناك البقالة، إذا تبي تطلع ولا تروح مكان تروح مع محبوب، مفهوم؟ مفهوم. بحد بخرب الياهن إلا أنت. أنا شبعت الحمد لله، بروح أنام. ما بي حنة ما بي إزعاج، مفهوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. حجموا لكم. إن شاء الله طال عمرك. إلا يما بقول لك شيء، في واحدة من المدرسة غابت يومين لنيتها مات. يما إذا يدي مات كم يوم بتغيبينا؟ وي فال الله ولا فالك، إن شاء الله عمره عمره شعيب النبي تفلي من حلتك الفال هذا. بعدين حبيبتي إذا يدك مات ما راح أغيبك ربع ساعة. يما يعني ما أحب المدرسة. قاصة بتحبينها فاهمة ولا لأ؟ بعدين حمدي ربك داشة مدرسة حكومة، ولا لو داشة خاص كان أنا منتحرة من زمان. ليش تكتبين المدرسة؟ ما فيها شيء. وانت شكو. بس خلاص لا تاكل عيش وايد ولا تكمل عصيرك، أخاف السكري يرتفع عليك وبتلش فيك يما. كم لقمة إن شاء الله يما، إن شاء الله كم لقمة. زين بس خلص ونادني بروح أشوف أبوك شوي. سلام. بس عصير. أسمع صوته. شنو؟ بالتليفون هذا
ولا العقوبة عليكم كلكم دوامات ماكو. لا 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 يبا 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 لحظة 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 اهدى 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 بس أنا بقول لك أنا بقول لك هذا تليفون أمل رفيجة جود مو تليفون ولا واحدة فينا. يبا هذا تليفون أمل رجيفتي رفيجتي. صار هاج هذا تليفون ودق عليه لكن طلع التليفون مو تليفون صدقوني راح يستوي شيء ما استوى هاج بكي ما بديك بس انت انت تصرخ انا ما عارفه تكديني ما عارف ايدي ما عارفه ايدي اتولي اللي قدامك تليفونها عندك ودقين عليه عدل عدل اي اي ما دق عليه بالبيت بالبيت بيت بيت دق عليه بيت ما تقول يا ما يقري ابا مللو 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 أمل تقدرين الحون تين الحين أنت تعالي بدنا تعرفون تعرفين تعالي بس تعالي مع السلامة لا 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 شيء بالبوك هالفقر ما أدري وين يخش الفلوس والله يا سامي إن طلعت متعرف على واحدة لعفس حياتك فوق حدر والله حبيبتي الله يخليك حاول انك تاخذين التليفون من ابوي يعني ابوي التليفون من غير ما يدري عافيه ان شاء الله مال انتي ايه تليفوني الصغير اوكي خلاص انا راح اجيب ان شاء الله اشوفك ها اوكي خلاص اشوفك حسرتي جود 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 شنو واللي سلم عمرك انا بعد ابي تليفوني اتصرف يسوي اي شيء لا اخاف ابوي الحين يفتح التليفون واروح فيها لا يكون تليفونك هذا فيه خرابيط وسوالف وهذه الاشياء اللي ما نعرفها قصدي حسيتك ليش قاعد تصرخين تبي تفضحيني ما في شيء التليفون بس اخاف يدق ابوي يرد عليه منو هذا اللي بدك حبيبتي ان شاء الله عندك واحد لا يكون عندك واحد وابوي ما يدري والله اندرى ابوي بيتنا هذا بيرقص بيرقص يا دنيا انت ايش قاعد تزيديني انا بروحي لفيني مكفيني لا تخرعيني عاد منو هذا منو هذا اللي بدق وشلون عرفتيه تبين ابوي يدري تبين ابوي يذبحنا تبين ابوي يشلخنا يا حسرتي يا حسرتي يا حسرتي بعد 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 علي صوتك اكثر بعد خليه يسمع عشان يطلع فوق ويذبحني انا ترتاحين ما يما شو نسوي شو نسوي كله منك يا دنيا كله منك اللي صار فينا كله منك يا حسرتي يا حسرتي يا حسرتي زين 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 انا عندي لك حل دزي مسج حق امل وقولي لها ان تليفون دنيا عند ابوي وفهميها السالفه بالضبط عشان اذا يفتح فيها تتصرف واللي يسلم عمرك شلون 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 مو تليفوناتنا الثلاثه عند ابوي انت خليتي علينا تليفون ابوي اخذ تليفون هاي واللي يسلم عمرك يسلم عمرك صحيح استج لا تفضحينا شلون اطرش لها مسج من وين خلاص من راسي اطرش لها مسج
شلون يبطلون هالتليفون؟ أقول عمي إيش رأيك ودي محل تلفونات؟ وديت محل تلفونات اطلعوا البنات مصورين. تبي تفضحني وتفضح البنات بعد؟ أنا أنا آسف عمي ما أفكر كذي. بس أقول عمي ترى هذه جود قاعد قص عليك ترى اللي تو قلت هذا التلفون رفيجتي. ما عليك من جود لا تجيب طاريها. خلاص الحين تجي رفيجتهم أنا أعرف كل شيء. الله يكفيكم. زين خير إن شاء الله. السلام عليكم. هلا. عليكم السلام يا بنيتي. شلونك؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا ايش دعوة يا يبا؟ لا تصيرين علينا ولا تين بيتنا. والله يا عمي ايش اسوي مشاغل الدنيا؟ اي كان على اشغال يا يبا، ترى اشغال ما تخلص. هذا تليفونك؟ لا عمي تليفوني معي بجنطتي. تعالوا! تعالوا! اي عمي نسيت هذا تليفوني الجديد ونسيته انا مع جود. من صدق؟ ثور! ثور مدمغ انا سبعه ما لي طابه هبيطه عندكم هني. انتي جاي تخربين بناتي؟ انا؟ اصلا جود عمي من كثر ما هي سيده بالدوام يسمونها المسطره، مو بس جود كل بناتك محترمات. طلي برا طلي برا عن بيتي لا عاد اشوف رقعه وجهك. تطردني يا عمي؟ برا ذل في لا عاد اشوف رقعه وجهك. سمعيني لا عاد اشوفك تمشي بناتي من اليوم رايح. ذل في اوريكم انا. كل هذا يطلع من سنتي يا جود، لكن انا اوريكم انا اوريكم. تعالوا هني. سامحني يبا يبا سامحني تكفى يبا. انت تطلع من كل هالسوالف هذه؟ ها انت جود جود اللي حاطه على راسي تاني انت تليفون. انا اوريك تبي اللي بالدار ولا طالعين منها شغل ماكم اللي ورايه. يبا عافية أسناني يبا. لا يبا 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 لا تكفى البار يبا يبا يبا. تعودت على أبوي وكل ما سووا البنات مصيبة تطيح براسي، يعني أنا كبش الفدا. يحبسني أبوي كم يوم وبعدين يطلعني. وعموماً إحنا بسجن، طالعة بسجن ولا داخلة، عايشة سجن بسجن. يا ربي ميتة يوع، لو أدري متغدي على الأقل وايد أحسن. كاسرة خاطري جود، ما أدري أبوي إيش بيسوي فيها الحين. حيوت يعني أنا اللي مكاسرة خاطري؟ بس شو أسوي يعني؟ بعدين جود عادي متعودة. أنا لو منك أروح أقول حق أبوي إن التليفون تليفوني عشان أطلعها من السالفة. ما شاء الله ينيت أنتي؟ تبين يذبحني؟ يا سلام، وعادي يذبح جود ما عندش مشكلة. حبيبتي أبوي يموت على جود، يحبها أكثر منك وأكثر مني، يعني بيزعل عليها شوي وبيرضى تالي، أما أنا لا بكرني. أنا ما أصدق إيش كثر أنت إنسانة أنانية، لهالدرجة الأنانية فيك؟ الحكي أصلاً معاك ضايع. تشفيت يا نيتي شكل أنانية بالموضوع، الحمد لله والشكر. يا ربي أبي آكل شيء، خبري حاطة حلاوة هني. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بس كلينكس بجنبتي وأنا. جود اسمعيني. اي حيوتي حبيبتي اسمعك. ابوي وينه؟ ابوي اكيد تحت. تبين اكلمه عشان يبطلك الباب؟ لا لا معوده لا تكلمينه ولا شيء، اصلا اذا حاكيتي بيعاند زياده زياده ويعصب علينا. جود حبيبتي ترى انا حاسه فيك. عادي حبيبتي تعودت.
زين انت جوعانه صح؟ والله ميته من الجوع، حتى قاعده اقول كان زين تغديت قبل الهوشه. انزين عيل انا بنزل اجيب لك غدا ويي، لحظه. ايش بتسوين حيات؟ حيات وين رحتي؟ حيات؟ حيات لا تقولين شيء حق ابوي، ترى والله يعصب علينا زياده ويطنقر، انا ماني ناقصه رقبتي للحين تعورني. والله فشله. والله عيب. مره ايش كبرني وابوي يحبسني بالغرفه كني اياها. هذه اللي يسمونه جود ام الحظ العوي، هذه انا. شيلتي. على هالعمر وللحين انطق. والله عادي كل واحد ابوي ويكفخني ما مشكله. ظهري يا مشعل. يلا كان وصلنا. ظهري بسرعة يا مشعل. إن شاء الله عمي إن شاء الله. أحب أموت بس هو كلش ما يدري عني ولا حاس فيني. لما تزوج وتطلق استانست إنه طلق، حسيت إنه راح يرجع لي. إن شاء الله عليك عمي. شوف زينك وشحلاتك ما في كل العافية، بس شكلك قاعد تدل علينا. بس أقول جود عافية وخلي راسك شوي بشوف سيارات اللي ورا. شوف وين السبير مال غرفة جود؟ شنو السبير؟ أنا ما يفهم. مفتاح الثاني مال غرفة جود اللي عندك، ترى أدري إنه عندك. إنزين بعدين بابا قال بعدين بابا جالن حق أنا. حبيبتي ميمونة، أنا أوديك السوق وأشتري حق عيالك وأدلعك، أنا ما أبي شيء بس باخذ أكل حق جود حرامي وعانة. إنزين كلش إن شاء الله. حرك يدين يبا، هد الطوفة هذه. يا يبا أنا حرك يديني ولا أركض ولا شو أسوي؟ يبا لا توقف لا توقف. يلا موقف. أسرع أسرع شوي. أسرع يا بنتي أسرع. أنا فيني شدة. أوف أوف يبا. شفيك يلا. يا بنتي ما أقدر
يبا مو زين كذي وقفت، مو زين حق قلبك. يا جودي يا جودي يا بنيتي، انا ما تريض، انا مو مال هالسوالف، انا الدكس بنفسي ترقص ظهري ما احب. يوبا الدسك يبي له رياضه، يبي لك لياقه عشان حتى نفسك وقلبك. يلا يبا امشي. هلا عمي. شلونك؟ هلا هلا. مش هاي صدفة الحلوة. هاي صدفة لا صدفة ولا شيء، عمي داق علي من يامه. حبيت الكعبة يا ابوك، العرق عاد حبيتك وكلي عرق. عسل عسل على قلبي عمي، عسل. بروحك يا هي ماشي. كان جبت امك وياك خلت تخف شوي. لسانها 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 يكسر شوي. ان شاء الله المرة اللي المرة الجاية. امر عمي قل ايش تبي. ايه ايه تعال. طيب. أخذت السوالف مع أبوي ونساني، حتى شلونك ما قال لي. بس ما علي، أهم شيء إني شفته. مشكورة مشكورة ميمونة بعد قلبي. تعبينك ويانا احنا. اوكي خلاص قعدي انا اروح اقعد. مشكوره حبيبتي. انا قفل الباب. قفل الباب بعد امرنا الله. شو نسوي؟ يلا مع السلامه. باي. هذه حاله كني بسجن قاعده اكل لقمتي اغسل يديني ادش يقفلون علي الباب. شنو هذا؟ ايه حاله هذه يا ربي؟ قاعدة أقول لك تليفوني نسيته بالمدرسة، علشان كذي أكلمك مسنجر. تضحك بعد ويا منو؟ أنا. زين زين. نعم، شفيت؟ أنا متضايقة اليوم. شفيت بعد؟ فهقانة. شسوي لك يعني؟ إيش دعوة يعني؟ قلت بسولف معاك، شفيت؟ وا 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 وين قومي؟ هيك لحظة. ما تكسرينا يا معودة. شنو هذا؟ عدي. لابتوب لابتوب. شنو شايفة؟ سلاح؟ أنت شنو كل شيء عندك؟ أنت كل شيء عندك وإحنا ما عندنا ليش؟ حيود قصري حسد، شفيت؟ لا تينين. والله بعدين انا عندي هذا الشيء اللي اسمه لابتوب، لان انا مدرسه واحتاجه في دوامي، احضر اسوي كل شيء هني، امتحاناتي كل شيء اسوي باللابتوب. حلوه هذه. وعندك نت بعد؟ الحين اصكت فيه الحين على وجهك، اكيد شلون بشغله من غير نت؟ زين عافيه شغلي انا ما استخدمه الا بالكليه. نطري. ايش تبين؟ بشوف مسرحيه. هذه زين زين حطي حطي ساعة مورس. ما ابي ابي العيال كبرت. ايش تو تعرف بعد؟ مستانسة. بوعدك يوم ودي احس انك وفي، اشرح لي المكتوب، علمني ليه سرك خفي، أعطي الهواء إذره ومدام. مش حلمتني أنا عبالي أنت مشيت. لا أنا مين قاعد يا عمي داخل؟ ترى حد صدجون صوتك حلو. لا مو حلو. لا لا صوتك حلو ترى من جد والله حلو. زين خلني غني. لا لا مش هستحي استحي. غمضي وغني زين. لا 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 زين ايش فيك؟ انت تصبين عادي عادي. زين اسمعي اسمعي. غنين ولا بروح بمشي؟ مش على استحي والله استحي. زين انا عندي حل، انا بلتفت وانت غني. يلا صد صد لا. يلا بعد واحد اثنين ثلاثة يلا. شايل؟ لما الحيل هني؟ أنا كنت أنا بروح عمي. تعمل شيء؟ سلامتك. مشعل مشعل أبى أمسح الأرض. يلا في أمان الله.
لقيت روحي بعد ما انا لقيتك بعد الوفا ارجوك لا لا ليش ما غنيت له؟ يعني ايش كان بيصير لو غنيت؟ يمكن من هالغنية يصير معجب فيني ويحبني. وحسافة لو ينعاد الموقف بدوس على الحياة اللي دافني وأغني ولا يهمني لا دنيا لا حياة لا محبوب ولا ميمونة ولا 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 أحد. شوف مشعل أنا ماني مستحية منك وبغني لك مو تقول جود ما غنت لي لا بغني لك وبغني لك الأغاني اللي أنا وياك بعد نحبها اسمعني هاي الأغنية عاد أنت تحبها تموت فيها سامعني ها يوه يا يوه شد الهوى حبلي يوه يا يوه عسى الله يفرج لي حبيت حبيت اللي يستاهل حبيت حبيت واثرب الجال حبيت حبيت اللي يستاهل حبيت حبيت واثرب الجال يو 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 يا يو 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 والله من تفرغة أنا وأنا خدني كذي قدام مشعل وأقول له يو وي فشل لا ما أسوي هذا قاموس انا اموت عليه يونس خلصيني بنام وراي تحضير حرام عليك عافية الله يخليك شوي بس بكمل المسرحية لا والله من صدقك اربع ساعات انا خليك بروحك انا انام وانت ماسكه اللابتوب ينيتي عشان ابوي يدري وتفضحيني خلصيني اعطيني بخشة يلا زين الدنيا ممكن اسالك سؤال؟ سألي يعني هذا اللي انت تكلمينه يعني شلون عرفتي من وين؟ ليش تبي تعرفين؟ يعني كذي نسولف مع بعض نفضفض نفضفض لا يكون انت تحبين بعد وانا ما ادري وانا اقول والله طلعتي منتي هينة يا العيارة تعرفي قولي شلون عرفتي انا تعرفت عليه من الانستغرام بعدين وعدته قدام المدرسة يا وشافني وهو شافني تعلق قام كل يوم يلحقني من مكان لمكان يوصلني البيت ويروح ويرد بس طبعا ما شفته الا بس من بعيد يعني بس يعني ما يقدر ما يسمع صوتي انتي قولي لي شلون تعرفتي عليه ومنو هذا لا استحي هذي استحي الحين انتي صار لك ساعه متضايقه وبفضفض الحين انا قلت لك وانتي ما تبي تقولي لي يلا قولي احنا خوات ما بيننا انا بصراحه اخذت رقمه من رفيجتي هو ولد خير ويحب يكلم البنات وبعدين لما كلمته وسمع صوتي قال انت البنيه اللي ادور عليها صار لي 5 سنين الله من صوتك 5 سنين يدورك والله يبا زين كملي بعدين قال يبي يشوفني بس انا ما رضيت ليش عاد ما رضيتي مو يمكن يكون هو ولد الحلال اللي بتوفقين معه كان وعدتي يعني خفت يشوفني وبعدين يعرف اني انا عريه وما يرضى يكلمني
حياة حبيبتي يعني مو شرط تواعدينا وتتمشون ولا يشوفك واقفة، عادي وعدي وانتي قاعدة يعني. أنا فكرت فيها بس خفت يقول لي امشي نتمشى وبعدين يشوفني عارية وبعدين يهون ما يكلمني. حياتي انت. يلا على منك خليش تنامين. أقول دنيا؟ هلا. تتوقعين أنا ممكن أتزوج؟ حيوتش فيتش هالكلام ليش قاعدة تقولين كذي؟ أكيد إن شاء الله بتتزوجين وبتروحين بنصيبك. إيش فيك إيش ناقصك بالله قولي لي. جميلة كاملة والكاملة الله وخلوقة أصلاً يا بخت اللي بياخذك وأمه داعيت له. حيوت حبيبتي أنا أعرف واحدة ما عندها إيد ومتزوجة ومعيلة وسعيدة بحياتها. لا تفكرين بسلبية إيش فيك؟ الله كريم. تعالي حيوت خلاص حد لا تضايقين نفسك لا تصيرين ياهل. زين قولي لي طمنيني على جود شلون هالحين؟ أنا خذيت المفتاح من ميمونة وبطلت الغرفة وعطيتها غدا ووصيت ميمونة كل شوية تطل عليها خاف تحتاج شيء والحين أكيد نايمة. تصدقين حيوت وايد حاسة بالذنب حورة قلبي جود. الحمد لله إنك حسيتي. يلا عاد ترى إحنا خوات بالنهاية مو لهالدرجة. الو هلا شلونك؟ اي اقول سمعي انا صوت 50 صوت. اي اوكي بس ما وصيتش انت بعد صوتي. اي مو تنسين ادري فيك بسرعه تنسين حرام بوائل يفوز ما حد يصوت له. اي انا قبل اروح بيت خالاتي بصوت. اوكي انزين بس صوتي انزين اقول انا برد التلفون قبل امي تصيدني بعدين احاكيك. اوكي باي. وحده ثانيه بعد اذنك. يما 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 قومي. شو شفت يما ليش نايمه هني روحي نامي داخل. يلا سيام خلينا ما قلت شنو نايمه قاطعت التلفزيون قدامك. وي يما صنتي كنت نايمه بسابع نومه بعد. انت ليش نحيسه؟ خلاص شفتيني نايمه خليني نايمه ليش تقعديني؟ يما قومي بروح بيت خالاتي. فكرتيني. بلوان شو راح ياخذنا على الشط يعني؟ شوفي. طيب خلينا نروح. ما وصيتش اول ما تشوفين يدك تطلبين فلوس. كفى عليك يما لا توصين حريص انا عارف انت شو تبين. عافية على بنيتي. قاعد لواحد خرب النوم. ألو وين داق أنا؟ تمن؟ إيه محبوب تعال 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 أبيك تعال يلا. إيش تبي واقفة أنت بعد؟ بابا هذا حرام جود دخل غرفة انت قفلت باب. جود دخل غرفة؟ ايه انت قفلت باب. انا قافل باب على جود؟ ايه بابا انت قفلت باب. روحي بطني الباب مو قافل عليها. روحي اوكي كلش شكرا لا. بابا شكرا يلا روحي شكرا. يلا انا قافل على جود الباب. الو هلا مشعل هلا بالقاطع. لا والله لا قاطع ولا شيء والله عاد فاقدك. انت شلونك؟ انا بخير الحمد لله. ما
ما تفقد غالي إن شاء الله. أنت وينك؟ بعد ويني بالبيت قاعد متكي ماكو لا شغل ولا مشغلة. أنا توني طالع من البيت الحين ما في مكان أروحه. تعال خلنا نتلاقى نشوف نقعد لنا في محل كذي حلو، قهوة بحر، المهم نغير جو. ليش لا؟ فوقه عيل تدري شلون؟ أبدل وأول ما أطلع أدق لك ماشي؟ يلا يلا فهم الله. سعد؟ رايبه تعال تهنيش عندك؟ يبا توني قاعد. وليش ما رحت مع أمك رايحة بيت خوالك؟ يبا ما حد قعدني ولا أحد قال لي. زين روح 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 بدل أنا قطك عليهم. يلا يلا أوكي. بلش يا أمك أنا ما أدري هذه. خليك هني لا تتحركين. اخلص تعال شيل الاغراض. هاك خش هذه بعد. الله ينور يا ام السعد، كل الناس مدس على الاغراض بتاعتك. اي طبعا لو ما انا كانت صاك بقالتك من زمان. جيب لنا غرض ثاني زياده. اجيب لك بس نق اول شيء. احنا متفقين عليه. اي كم متفقين عليه؟ 30. 30 بعينك انا متفقه معاك ب 50، ايش فيك انت؟ 30 بياكل علي بعد 20. تفضل يا ام السعد. شنو؟ اقول لك 50 ايش فيك؟ تفضل يا ام السعد. اي عطني. وهذيل فوق البيت. صد نار بعينك، هذيلا فوق البيع لا مو بكيفك، الحين انت وين تحصل احد يجيب لك خدمة توصيل يجيب لك الاغراض لهني، هذيلا ثمن البنزين يلا يلا. جبتي؟ ايه بابا اقول لك هذا جبتها بابا حق جودي يلا يلا يلا. صراخ يا بنيات يا ليه تصرخون ايش فيكم؟ حياتي ما تحت شيء يا لحقي روحي جيبي خواتك ايش فيهم؟ ما ادري ايش عندهم يصرخون. ليش انت صاير؟ يا ابوك مش عاونيني خلي نروح لهم. ايش فيكم؟ بسم الله عليك. شوي شوي يما شوي شوي حبيبتي ميمونه بسرعه روحي ابي ماي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا بسرعه. ايش فيك بسم الله عليك صار لك؟ حياتي نظارتي. وين نظارتك؟ وين انا دنيا دنيا؟ ايه ايه اقول لك كانت طايحه بالارض تبغى اخذها سلك طح طق راسي بالارض بالارض. بسم الله عليك يا ربي. حياتي ادهنني انت وحسبتي فقدت الذاكره اختك. منو؟ ايه دنيا حياتي. ايش فيكم؟ ايش صاير؟ ما فينا شيء، بطلنا الباب لقينا جود طايحه على الارض غشيانه. كل هالصراخ عشان جود طاحت؟ اسمعني احد فيكم مات. وين انت ايش فيك ما فتحت احد شيء؟ بسم الله علينا ايش فاولين انت؟ جاب 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 ولي عافيك. بنتي ايش فيك؟ ايوه وخري ايش فيك؟ يبا لا تخاف لا تحاتي بعد عمري ما فيني شيء انا زينه ما فيني شيء. يدي انت قاعد تبكي؟ لا لا يبا بعد عيني لا تبكي يبا دمعتك غاليه غالي والله ما فيني شيء شوفني انا زينه. شوفي يا يبا
والله مالي غيركم. عاد عمري انت اخذت برتك؟ ما ادري. شفت؟ ما اخذت البره. يعني ما تعشيت؟ قوم قوم اسوي لك القيمه، اعطيك الابره واسوي لك اللقمه تاكلها. قوم يا بعد عيني انت، قوم قوم. مصيبه. شفتوا شلون اخذت ابوي معاها وراحت؟ تبي تلطل الاول والتالي. واي انتي؟ اقول حبيبتي تعالي امشي بشداري. واي عمري. يعني بريئين. اقول لك ماكو شيء ترى، بس رحت وصلت عمي المستشفى عنده موعد وجيت على طول. زين تسوي؟ لا تعال صج على طاري عمي. شوفك يعني بعد الطلاق ما فكرت تتزوج يعني. السالفه ايش تبي انت الحين؟ تصدق ودي اقوم احبك على راسك ساعات. ايه تفضل. تدري ليش عاد؟ تدري ليش؟ ليش؟ احسك امي فجاه تتحول، فجاه تصير امي، تزوج وتزوج، ترى عاد كبدي من الموضوع، خلاص سامي. بعد هذا الصج يعني، ليه متى بتمشي عزوبي يعني؟ فشلت اول مره، مو معناته خلاص نهايه الدنيا، جرب مره ثانيه. خلاص لين القى بنت الحلال اللي تستاهل احبها وتحبني هذيك الحزه اسويها واتزوج. ليش تدور؟ عندك بنات عمي ومره واحده تصير عديلي. صدق قاعد فكرت فيها، بس منو يعني اخذ؟ منو يعني؟ منو فيهم؟ صدقك جود طيبه وحنونه. جود لا عاد، جود لا. ليش عاد؟ صدقك انت ما ادري شلون، احس تصرفاته مو طبيعيه. بعدين حتى شكلها ما ادري شلون. لا لا يبا ايش فيها البنيه؟ ترى طيبه وفقيره، كافي انها ملتزمه. ايش فيك انت؟ ترى غير البنات، هي مو نفس البنات. والنعم ما قلنا شيء، بس هذا انت عندك واحده من بنات عمي، يعني ما اشوفك اللي مستانس يعني. لا سلوى خلها على صوب سلوى، سلوى يعني هي لو مو سالفه حب الفلوس هذه والله كان ورده، بس ما ادري شلون شم الفلس، تعرف اتجاه من وين جاي. اخ سلوى والفلوس يعني. سكر الموضوع يعني، انا اقول لك سكر الموضوع ما بسلوى. لا وتبيني اتزوج بعد ويا وجهك، اقول غير الموضوع غير الموضوع. بس هذا شر لا بد منه. جيب نفس هذا. ولع شيشه ثقيله، قل له يجي يغيرها يسوي اي شيء. تعال رتبها يا تعال شوقي. شلون صرتي الحين؟ الحمد لله اشوى زينه. انت شو مغبره؟ عيب عليك لما تتكلمين تحكي عدل، انا اختك العوده تأدبي. عوده على نفسك يا اختي. وبعدين شنو هالجرأه هذه؟ راح شريت لي موبايل وخاشته من كثر الفلوس اللي مكودتهم على قلبك. شوفي كلمه زايده ترى انا ما تحمل منك، فكيني عاد بس خلصيني. لا جد جد شلون تجرأتي وخذيتي موبايل؟ فروا راسك اللي بالدوام؟ وبعدين معاك انتي وبعدين خلاص سكتي. اوه يعني عصبت. إذا انت شنو؟ بتتمين عانس وايد كذي؟ انت ناويه تتزوجين؟ لما يكتب لي رب العالمين النصيب، اذا بييني بييني. مو لانك طايحه حظ، لو تشدين حيلك شوي بتتزوجين. شو اسوي؟ انا حظي كذي. عوي حظي، اختك حظها عوي. زين عندي سؤال. ابوي ما جاب طاري ورث، متى بيتجسم الورث؟ كذي. شو الكلام اللي قاعده تقولينه؟ الله يخلي لنا ابوي ان شاء الله ويطول بعمره، بعدين ايش سالفه الفلوس والورث؟ احنا خوات ما بيننا هالسوالف. لا يعني انا اقصد انه بعد عمر طويل ان شاء الله يعني، ما فكر انه هو الحين يجسم علينا الورث، بعد ما تدرين الفلوس تغير النفوس يا اختي، تخاف تقلبون علي بعدين. لا حبيبتي منصوبنا احنا ماكو شيء، لا تخافين الفلوس ما تغير نفوسنا، الخوف منك انت، انت اللي تموتين على الفلس. لا يا اختك عاد من ناحيتي انا ارق دوامنا، عين الفراش وعين الحاف، لا تحاتين. روحي روحي بس اتصلي على ريلك خليه يتعشى ويانا. وع لا تبين طاريه بروحي، لا عاد كبدي منك قطيعه. انت ايش في لسانك طويل؟ اكو وحده تقول على ريلها ابو عيالها هذا الحكي عيب. والله حبيبتي الحسنة الوحيدة اللي خذيتها من الزواج الحرية، طلعت من بيت ابوي، ولا الريل ولا العيال يلوعون الكبد مالت عليهم، عيالي يبون مصرف،
الصبح، الظهر، العصر، بالليل، حتى هم نايمين يبون مصرف، لا وفوق هذا يتريقون ويتغدون ويتعشون، ايش دعوه عليهم؟ تعالوا كلوني بعد. والله يرحم ايام قبل بس كنا ناكل وجبتين، ايش حالاتنا؟ ومره ناخذ مصروف ومره ما ناخذ، والله مالت علينا وعلى هالجيل. روحي بس، روحي روحي، خليني اخلص عشاكم، روحي فكينا هذر وايد، روحي. والله ولا شعرت. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ها، انت ما وراك دوام؟ بلا وراي دوام بس مالي خلق، متعايز اروح البيت. اخ، انا بودي هذا وراه مدرسه باكر. وبمر مطعم اتعشى، ولا كنت بقطع بيت خباله بس ما مدى. ها، ما تي معانا؟ لا لا عليك بالعافيه، بقعد شوي بروح. لا. يلا يبا اي اخر هجمه، قوم يبا قوم يلا قوم. يلا قوم. على السلامه سعود. معي بلا حساب. ها ها لك كنت عادين. اي وقطع ذكرتها كانت معاي، الحمد لله افتكيت منها وراحت مدرسه ثانيه. وهيعت يعت خلاص بس مطري بوش. وي وحشني هبوط. يا الله تفضل ابو. اعطيني خبزه. بسم الله. حطي لي مشروب. من يبي خبز؟ يبا نسيت اقول لك. ماني مشتهيه. بس. يبا سمعت اخر الاخبار؟ يقول لك كل عندهم اسهم بالبورصه خسروا لان البورصه طايحه. لا البورصه طلعت منها قبل الساعه افتكينا. يا عاد يبغى انا قلت اخذ فلوسك اشغلك اياهم اطلع لك ربح سنه نفس اللي كنت اطلع بعشر سنين بالبورصه، عاد انا مخي تجاري. دي ما هي السوالف. انت المدرسه ما فلحتي فيها، فلحين في التجاره. يبغى عاد انا قلت لك يعني جرب مخي عاد ما انت خسران شيء. هي يدي عاد امي واحده بواحده، انا اعطيتها فلس بتحنط عندها. مبلة العرب شو تقول؟ تقول أمك ما بتخرج من هالماية. من تشوفيك؟ هي عاد ما شاء الله عليها سلوى تبارك الرحمن، ما في داعي الواحد يقول شيء. نعم ايش تبين؟ ولا شيء أبي. يدي بقول لك أمي تقول إن عندك خير غطي عين الشمس. كري الله عاد. يا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سلعي بنتك فيك. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ايش فيك ما تعشيتي؟ لا يبا الحمد لله شبعت. يبا انا ناقصتني كم شغله يعني من المكتبه ما علي يعني اروح؟ والله صدق لا قالوا لك كم فحيه. الحين تحكيت؟ خلاص خليها باكر. يبا لان جود طاحت وصارت عفيسه فانا نسيت. خلاص باكر تروحي مع اختك. نعم. يبا اذا رايت اي شيء ناديني زين؟ خير. شو تقولي لها تبعد؟ قاعد لها اكلي. ما تشوف ايش ضعفها؟ سوى على الكبت. اهلا وسهلا. هلا جود شلونك؟ اهلا تفضل.
آسفة. لا ما صار شيء. أنا آسفة دمرت دجاجتي. أنا سامحني. تسلم راسك. سامحني. هذه نقصة من الوالدة شوي فواكه. لا ما أدري ما أدري شوي تجي لمسكها. أنا آسفة آسفة. زين. إي صح. تفضل. هات هات. صار سلامتك تعورتي؟ ها؟ لا ما تعورت. شو سلامتك ما تشوفين شر. زين تعالي تعالي. ان شاء الله شبت شباستي. زين تعرفين توقفين بروحك؟ لحظة لحظة. سلامتك ما تشوفين شر. تفضل تفضل. ساعدك؟ اخلص. هاتي هاتي. صدق طيبة بس مو لدرجة إنها ما تزوجها. مينونة ما. وما حدا رح يقدر يخلصك من إيدك. الله يخليك. توصي إيدك. ما رح تقول لحدا معي. صدقيني بحلف لك إني نزلت بعد ما سويت اللي سويته. هيك كتبت على الأوضة وكبيته. ما تخرب إيدي بيتي. رح نسكت بهاللحظة. يبقى اصب لك شاي؟ شو رايك؟ انت عليك تقولي وانا بنفذ طبعا مشهوره بنفسي. يبقى شلونك؟ ما شبي سلامات الداشه طالعه شلونك وسلام وسلام وبعدين؟ يبقى احبك احبك اموت عليك، شنو يعني اذا بسلم عليك وانا داشه وانا طالعه؟ زين يبقى عيالي بمدرسه خاصه ومو قادره ادفع لهم المصاريف، يا يبقى ما عندي معاش وسامي معاشه على قده. ايه بتدري يعني البيت مصاريف وماكله واكل واجار ويهال ودنيا، ماني قادره ماني قادره اصرف شيء يا يبا. كم تبي الحين؟ ثلاثة بس. 300؟ لا يبا اي 300؟ الحين اقول لك عيالي مدرسه خاصه تقول 300 ابي 3000. 3000 طلب عينك يا قاعد على بنك انا ولا جبتك وما جبت غيرك؟ يبا انت ما تدري انا شلون عايشه. أنا متبذلة يا يبا، ملطشة من كل الناس، أصلاً متسلفة من كل الناس اللي أعرفهم، خدامة رفيشة أنا متسلفة منها مو قادرة أرد لها الفلوس، تخيل ذلتني. بسك طرارة بسك، ما تم حد ما طريتي من عندك، أنت يمشي لك معاش، رئيس موظف كبرى وعنده معاش، وتودون بيزاتكم أنتم. معاش طلب عينه. تدري أنه هو ماخذ قرض عشان يبني البيت؟ خلاص. دبر لك باكر 3000 ودزها مع محبوب، آخر مرة. يبا أحبك. أموت عليك يا يبا، يا على عمرك عمر الشعيب، النبي على يومك قبل يومك، الله يحفظك ويخليك لنا ذخر يا رب. بس 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 عادي يلا. بحبك أموت عليك أنا. أصب لك شاي؟ يلا صب. تفضل يبا. يوزع الإطرارة ها؟ إن شاء الله. آخر مرة. الو هلا امل. ايش دعوه؟ لا دقيتي ولا سالتي، هذا يزاتي؟ انا تسوين فيني كذي؟ سامحيني اموله، انت والله ما تدرين ابوي شنو سوى فيني اليوم، حبسني وقفل علي الباب زين اللي رد لي تليفوني. زين يسوي فيك؟ كم مره اقول لك اوقفي بويها لا تسكتي له، زين كذي قويتي عليك وعلى خواتك؟ اي ما يخالف بس امل، انا ما يصير اوقف ابوي ولا حتى احط عيني بعينه، ما يصير مهما كان هذا ابوي.
شوفي حبيبتي، انا قلت لك وبرد اقول لك، ما حد بياكلها غيرك انتي، وبيطيح حظك اكثر من كذي. وبعدين ابوك شايب يعني ايش كثر بيعيش؟ لا تقولين على ابوي كذي، ترى ازعل منك، عسى الله يطول بعمره. وانا ايش قلت؟ الموت علينا حق، بس حبيبتي ابيك مره بس توقفي له وتقولي له لن اعيش في جلبابك. لا والله جلبابك حلو، علشان يحطني ويكرني. انتي اكثر وحده تعرفين ابوي شلون حمقي وعصبي ونخاف منه. أنا أحس إني قاعدة أضيع وقتي معاك، أنتِ مو كفو واحد ينصحك، أكمل شوبنج أحسن لي، يلا. إي والله، أنا أعيش في جلبابك. وهي تشوف مسلسلات هذه. جلباب أبي. يا يما. هاي حتى هذا مكسر. الجمعية هذه مو ثلاجة. أبوي تخير. يا أنا مشتاق لك والله. إيه حد عن. قواي يدي. إيه إيه لا الحبوب، الحبوب كلها أخذها إن شاء الله. أول بأول أبد لا توصي. بما الله. تلقى خير إن شاء الله. إيش سالفتك كذي؟ يدي أنت اليوم ما عطيتني فلوس. خلاص حاضر. شان الفلوس بنعطيك فلوس. خلاص. اللي يدي اقول لك مو تقول حق امي اني اعطتني فلوس بعدين تاخذهم مني. امك انت من بنته؟ انت ايش فيك؟ انا بنت بنتك سلوى. ايه سلوى شو تبين؟ لحظه افكر اقول على مده دينك. معلمتك امك على اطرار ها؟ يدي ايش فيك؟ انا ما اطير. لكن انت يدي فعشان كذي اقول لك ابي فلوس، عرفت؟ روحي شوفي ابوك بالدشداشه وهاتي. اوكي. يلا مو تاخذين، هاتي هاتي البوك تعالي، ايش فيك؟ يا يدي ما ابي اتعبك معاي، خذيت اللي ابي انا. يلا يدي تصبح على خير، بقول حق امي تردني البيت. باكر عندي مدرسه. حاجيك كم خدتي؟ يدي مو شرط تعرف، انت ما شاء الله عندك فلوس وايد مثل ما امي تقول. يلا يدي انا ما بطول عليك، تصبح على خير؟ تلقين خير، الله يسهل عليكم ان شاء الله. هذه يومها بس ابد مثل منشار، طالعين ماكلين نازلين ماكلين. سلوى انت ما رحتي بيتكم؟ لا خذت لي كم دياية على كم صحن لحم، مالي خلق باكر اروح الجمعيه قطيعه. ليش انتم ما عندكم ايدام بالبيت؟ ما تروحون التموين ويصرفوا لكم؟ ايش دعوه عاد جود يعني بتذليني على ديايتين اللي ما اخذتهم؟ انت ليش تعلين صوتك علي؟ تأدبي اقول لك انا اختك العوده، ايش فيك انت؟ صارك وايد طويل. فجر عند خالاتها، ايش فيك انت عند خالاتها فوق قاعده؟ انا بسالك سؤال ما يخالف يعني، بس قولي لي في شيء مع ريلك؟ زعلانه متهاوشه؟ قولي لي يمكن اقدر ادخل واصلح بينكم. ما فينا شيء، تلقينا الحين قاعد مرتاز ناطرني حق الحنه والرنه. يا حبيبتي شوي شوي هدي مع ريلك، قولي له الكلمه الزينه، الابتسامه الحلوه عشان تصفى النفوس. وانت شكو؟ شنو حاطك محامي انت اي ولا شنو بالضبط؟ بفهم كيفي ريلي وانا حره فيه، اتعامل معاه مثل ما ابي. لا صار عندك ريل حبيبتي دلعي مثل ما تبين. خلاص خلاص ايش فيك انت؟ ليش معصبه وتعلين صوتك؟ بعدين انا نصيحه قلت لك اياها، انا شو مسويه؟ مو مسويه شيء، بس نصايحك وفريحه حق عمرك، فاهمه ولا لا؟ يما انت هني قاعده اورج. يلا 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 خلينا نمشي، لا تبدي من هالبيت قطيعه. هذه ايش فيها؟ الله يعين ريلها عليها. اشوف لو كنا شفت لنا الثلاجه اخذت كل شيء. اهلا وسهلا. هلا. شايبه معك؟ معك لمن بيت ابوي. انت ما تستحين؟ ما تبطلين هالعاده؟ الحين شو يقولون اهلك؟ يقولون ريلك مقصر معك. ايش دعوه عليك؟ جايبه معك من بيت ابوي مو من بيت ابوك، ولا فيك شرط تبي تهاوش اليوم ولا ايش سالفتك؟ انت شنو ما تسمعين كلام يا بنت الناس؟
يعني شنو اعيد الحكي كل يوم انا؟ حسي فيني عاد. شلون عليك؟ ما تبي تعدي هالليلة على خير ولا ايش سالفتك؟ انت شنو؟ شنو من آدمية؟ ترى بس زهقت انا، تعبت، مليت. شوفي يا سلوى ان ما يستي ترى والله العظيم ها؟ ايش بتسوي؟ تعود من ابليس واروح الدار لا اكسر البيت هذا على راسي في سنه دافع فلوس، خساره فيك. لا تكفى واللي عافيك، بعرف ايش بتسوي يما، خفت. يما ليش قاعد تسوين ببوي؟ ترى هذه مو حاله. انت من صدقك؟ من صدقك جاي تساليني هالسؤال ولا قاعد تغشمرين ولا شنو؟ اي من صدقي، شوف ابوي تعب منك. درفي، درفي دارك يلا. قبل لا اروح ترى يدي اعطاني فلوس. اي طبعا، يعطيك انت وبناته فلوس عادي. بس انا الفقيره المزيجينه ما يعطيني شيء. بس هين ان ما طلعت الفلوس من عيونه ما اكون انا سلوى. كم اعطاها؟ ايبا ليش مو نايم للحين؟ ولا نام يا بنيتي، ايدي تعورني وريولي تعورني. هاتي هاتي هالكريم هذا ودلك ايدي ولسلبك. ادري يا بعد عمري هذا الروماتيزم يبا. اي توني ماخذ الحبه. دلك يوم بنيتي دلك يوم. ان شاء الله. يبا شنو هذه الحبوب؟